النسخة الأصلية عبر صفحة ليزر كليب للإنتاج الفني. سلام حبيبي. لا سلام شمعون. سلام حبيبي، ما خبر أخبارك؟ ميت أهلا وسهلا. عود، كيف حالك؟ كيف أنت؟ وين شمعون؟ والله حبيبي أنا كنت مسافر. وين مسافر؟ أوهو حبيبي، أنا رحت على أمريكا، طلعت على أوروبا، وبعدها نزلت على تركيا. وفي الطريق حبيبي جابل أشرب فنجان قهوة. وين طلعت شربته؟ يا زر حبيبي وين أنا طلعت شربته؟ وين شربت القهوة؟ نزلت على الصين. ها الصين مرة واحدة؟ والله حبيبي غادي قهوة. والله إنك رهيب، آمن بالله الصين بتجنن. حبيبي شمان بحب يشرب القهوة على الهدوء، بس حبيبي صار معي غادي إشي مش طبيعي. شو صار؟ هات قولي. وإسا أنا واقف بستنى في محطة الباصات، ها؟ فجأة اجا واخد وكع على عينه. يا ساتر. وانت بتعرف ان اليهود بحب يحط منخارة في كل انا اللي بعرف. حملناه وراحوا فيه على المستشفى، وهم يجروا انا بجري حبيبي وراهم. دخل على الدكتور قال له عني عني. دخلوا للدكتور قال حبيبي قال بسيطة بسيطة ما في اي مشكلة. حبيبي قام عينه حط له عين بلاستيك وصار يشوف فيها. عيني بلاستيك؟ اه حبيبي. وقام يتنطنط تنتنت، وإسا طلع قال عنده ايش حبيبي؟ عنده دورة كاراتيه. ايه؟ وانا ضل ايش حبيبي لاحكو، وفجأة اكل بوكس بينه لعينه بوو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 و
عيني وانا خبيب بالحق على الدكتور عند الدكتور دخلنا عيني هو عيط يصرخ للدكتور بقول بسيتة ما في اي مشكلة خبيب كم عينه التانية وحط له كمان عين تانية بلاستيك اوخ العينتين بلاستيك صاروا والله خبيبي بشوف فيهم طبيعي وبشوف فيهم التنتين يعني والله خبيبي هذا شفته قدام عيني والله طب انت معكش خبر انت التاني انا كمان كنت مسافر والله خبيبي وين انت كنت مسافر ما خليتش ولا بلد يعتب علي ولا بلد لفيت الدنيا رحت على بنجلاديش رحت على نيجيريا رحت على اوكرانيا رحت على زيمبابوي رحت على ساحل العاج وساحل الماج سخل الماج وين خبيبي هذا سخل الماج ساحل الماج بتسمعش فيه والله خبيبي حساب لافي في الدنيا وعارف وشايف طب عشان انا اروح وين هذا يا خبيبي ساحل الماج هذا هو محل ما بيصنع شوربة ماجي انت ما بتعرفش هي اصلا اسمها شوربة ماج بس احنا مندلعها ماجي دلع بس خبيبي امن بالله ورحت اليابان خد كمان كمان انت والله رحت اليابان ولفيتها حتة وشوف سبحان الله صار معي قصة زي قصتك ايش خبيبي هنا هذا يا سيدي العزيز وانا واقف على الاشارة بستنى سيارة ولا واحد بقطع في الشارع معدد يقطع في الشارع وتقوم تصفق سيارة الطايرة في الجو ينزل 16 شقفة الايد في جهة الراس في جهة الرقبة الجهة كل شيء مفتفت الزلمة لملموت لملم عن الشارع وانت بتعرف احنا الخلايلة منحب نزق حالنا في كل شيء منحب نعرف كل شيء والله ضليت وراه قلت اروح اشوف شو بده مسوي معه راح على هالمستشفى اجى الدكتور نادى على التمرجي يا ولد يا تمرجي يا ولد يا تمرجي هات ستوك وتب هات ستوك وتب اي اجى التمرجي وجابوا تب وجابوا ستوك وصار يا حبيبي الدكتور يلزق فيه لزق الايد بزق الرجل وحط الراس وركب الرقبة ولف وحط وعمل ايه ولا قوم لك هالزلمة يمشي ولا تقول صار معاه اشي قام يمشي وقام يتحرك وقام رجع زي ما كان وقف يمشي وقف يمشي ولا كأنه صار في اشي خبيبي وقف يمشي يمشي وقف يمشي على رجليه انت خبيبي شفته لا يا حبيبي صاحبك ابو العينين البلاستيك هو اللي شافه ابو العينين البلاستيك هو اللي شافه هو بعينه النسخة الاصلية عبر صفحة ليزر كليب للانتاج الفني لمشاهدة المزيد من المقاطع زوروا صفحتنا على الفيسبوك ليزر كليب للانتاج الفني